صالح جمعة أنا مسميه المعلم بتاع جيله. صالح جمعة عنده كورة. الولد ده خلي بالك لما كان معايا أنا أول مرة شفته جالي رأس حربة من إنبي. من فضل الله أنا وظفته في وسط الملعب عشان يعمل لي ترابط. وهو بقى عنده ميزة كويسة إن عنده رؤية وعنده جانب فني في تمريرات أمامية بالك في احتفاظ بالكرة، الوقوف على الكرة عشان في وقت معين، ان انت حاجات فنية على اعلى مستوى مهارية ترشحه ان يبقى موجود اساسي في النادي الاهلي. صالح جوبا مهاري على اعلى، دماغه ما شاء الله في الكورة، فلزاي ده لازم تحافظ عليه. وبعدين النادي الاهلي جايبه ليه؟ خد بالك، فانا من وجهة نظري صالح جوبا لو خد فرصته في الاهلي وبقى اساسي هيكسر الدنيا.